حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في هذه التغطية الخاصة، حيث يبدو أن تحركات الإطار التنسيقي للقوى الشيعية الخاصة بتشكيل الكتلة النيابية الأكبر والشروع بإجراءات تشكيل الحكومة المقبلة قد أزعجت أطراف في الداخل والخارج، وهذا ما برهنته المواقف السياسية التي تصدر من الجبهة الداخلية وكذلك التدخلات الطارئة على المشهد السياسي من الخارج، حيث عمدت هذه الأطراف إلى التقليل من شأن الإطار التنسيقي من خلال بث الإشاعات الكاذبة والتصريحات التي تزعم فيها بتفكك الأطراف السياسية المنضوية في الإطار، لكن في الحقيقة هي على العكس تماما، لا سيما أن هناك مفاوضات وحوارات مستمرة بين قادة الإطار وباقي الكتل السياسية ومن جميع الأطراف سيما الكردية والسنية، التي قالت كلمتها بصريح العبارة بأن الإطار هو الأقرب إليها في خارطة بناء التحالفات الجديدة. إذن المشاهدين، في تغطيتنا لهذا اليوم نناقش كل هذه المعطيات مع ضيوفنا الأكارم، لكن بعد أن نتابع سوية هذا التقرير. حوارات تشهدها الساحة السياسية قد تبدو مكررة، لكن المرحلة الحالية مختلفة بأحداثها التي ازدادت سخونة في وقت انسحاب بعض القوى خارج أسوار العملية السياسية، مما ازدادت الحاجة إلى تكثيف اللقاءات بين الأطراف للوصول إلى مشتركات تنقل المشهد الحالي إلى مرحلة أخرى. فتحركات الكتل الساعية للوصول إلى تنسيق المواقف بمواجهة التحديات التي تهدف لإفشال تشكيل الحكومة المرتقبة ما زالت مستمرة، إذ بات من الضروري استكمال الزيارات لتوحيد المواقف وبحث آخر المستجدات في العملية السياسية بغية تنسيق الرؤى داخل البرلمان لتشكيل حكومة تحقق المطالب المرجوة. فالاجتماعات الجارية ترنو إلى توحيد الكلمة دون إخفاقات في استكمال الاستحقاقات الدستورية والابتعاد عن زعزعة الأمن في الشارع العراقي، فيرى مراقبون أن انسحاب الكتل قضت جدار تحالفاتها، ما أحدث تغييرا في الاستحقاقات الانتخابية والتحالفات، بالمقابل قد تكون لها مردودات إيجابية تتمثل بالإسراع في تشكيل الحكومة دون تعنت أو خلاف. وقراءات أخرى ترى أن العملية السياسية لربما سوف تعاني من التفكك والتشظي والعمل على أمن زعزعة الشارع، وبالتالي تلقي بمساوئها على العملية السياسية برمتها. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، والحديث أكثر عن تفاصيل موضوع التغطية نرحب بضيوفنا الكرام في الاستوديو المحلل السياسي الدكتور حيدر حميد. أهلا، شكرا جزيلا على الاستضافة والنصول لحضرتك ولكل مشاهدي القناة وضيفنا الكريم دكتور عباس. أهلا بك، وكذلك الترحيب بمدير مركز الرفد للدراسات الاستراتيجية دكتور عباس الجبوري. أهلا بك دكتور ضيف كريم. نبدأ معكم دكتور حيدر، كيف تقيمون الحراك السياسي الجاري حاليا بخصوص المفاوضات ما بين الأطراف السياسية لتشكيل حكومة؟ هل هناك أصلاً مفاوضات جادة حتى الآن؟ يعني في الواقع بعد انسحاب التيار الصدري من المشهد السياسي وخصوصاً مشهد تشكيل الحكومة ومجلس النواب، أصبح الإطار التنسيقي هو الذي يتصدى لعملية تشكيل الحكومة باعتباره أنه سوف يمتلك الأغلبية النيابية في داخل مجلس النواب، وأيضاً هناك القوى المتحالفة معه ربما تعطيه أريحية وقوة في التفاوض داخل مجلس النواب. لا. في نفس الوقت يعني عملية تشكيل الحكومة لن تكون عملية سهلة في ظل هذه الظروف، في ظل التعقيدات الموجودة في المشهد السياسي، لا سيما أن هنالك أطراف سياسية لها استحقاقات قادمة أو مطالب ربما تفرض شروطها في التفاوض. صحيح أن ربما هنالك كان اتفاق مبادئ جرى ما بين البارتي وأيضا تحالف السيادة قبل انعقاد جلسة مجلس النواب لاختيار البدلاء عن النواب الصدريين، لكن في نفس الوقت أعتقد أن الجولات التفاوض القادمة هي التي سوف تحسم مسار الاتفاقات القادمة، خصوصا أن هذه القوى السياسية جاءت بسقف مطالب عالية خصوصا ما يتعلق بالبارتي أيضا والسيادة. يعني البارتي له 7 شروط أساسية وأيضا السيادة له تقريبا 13 شرط أساسي، وبالتالي عملية التفاوض تمنح للإطار التنسيقي أريحية باعتباره يتمثل الكتلة الأكثر عددا في داخل مجلس النواب، وفي كل الأحوال أن مسار تشكيل حكومة ربما يصاب ببعض العقبات، لكن في نهاية الإطار أعتقد بالأغلبية التي يمتلكها الإطار التنسيقي هو قادر على رسم مشهد الحكومة في المرحلة القادمة. طيب دكتور عباس، رغم الأغلبية التي يمتلكها الإطار الشيعي، لكن هو بحاجة إلى التوافق مع الأطراف السياسية الأخرى، التحالف السيادة وكذلك
الأطراف الكردية خصوصا الديمقراطي، لكن يمكن أن ترتفع مطالب الأطراف الكردية خصوصا مطالب بارزاني وتكون عائق أمام الإطار لتشكيل الحكومة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك أستاذ، تحية لمشاهديك الكرام، وأيضا تحية لأخي العزيز الدكتور حيدر. حياكم. يعني المعطيات السياسية الجديدة فيها بعض المصاعب. لا نتخيل ونتصور أنه ممكن اليوم الإطار يذهب بكل أريحية لتجاوز العقبات الموجودة بالطريق. على فكرة الخلافات ليس فقط شيعية شيعية كما يشاع، بل أن هناك خلافات كردية وهناك خلافات أيضا في بيت السنة، وهذه دائما ما تنعكس على الواقع السياسي بصورة عامة. الإطار الشيعي اليوم نعم هو يمتلك الأغلبية، وممكن اليوم يستطيع من خلال توافقه مع الكتل الأخرى تشكيل حكومة، لكن يبقى التوازن الكردي مهم جدا بين البارتي وبين الاتحاد الوطني. إذا ما حصل هذا التوازن سيكون إحدى العقبات اللي تكون في وجه تشكيل الحكومة. النقطة الأخرى، اليوم أكو تأثيرات عالمية، التأثيرات العالمية قد تنعكس على الواقع السياسي. يعني تأخر الحكومة لمدة 8 أشهر، سحاب كتلة كبيرة مثل التيار الصدري، التحديات الاقتصادية اللي موجودة الآن، بعض التحديات الدولية اللي موجودة، كل هذه ملامح وصعوبات ربما تواجه الحكومة. لكن الآن الإطار التنسيقي الآن هو يسعى إلى تشكيل حكومة وفق معايير، وضع عدة معايير لاختيار رئيس الوزراء بالدرجة الأساس. وبما أنه الإطار التنسيقي قد أعطى ضمانات وتواقيع وتعهدات للمستقلين بأنهم سيكونون هم من يشكل الحكومة أو هم من يختار رئيس الوزراء، يعني رئيس الوزراء من عندهم؟ نعم، هو لحد الآن متمسك الإطار التنسيقي بإعطاء أولوية للمستقلين باختيار رئيس وزراء، ولكن ضمن المعايير الذي يضعها الإطار، لأنه هناك تواقيع مثل ما قلت لك وهناك تعهدات تعاهد بها الإطار التنسيقي للمستقلين بأنهم ممكن أن يختاروا رئيس وزراء. إذا اختاروا رئيس وزراء ضمن هذه المعايير اللي وحددها الإطار التنسيقي ستنضبط العملية، لكن قبلها لازم يصير اتفاق وتوافق على اختيار رئيس الجمهورية باعتباره هو البوابة التي من خلالها استحقاقات الدستورية، من خلالها هي ربما الخطوة الأولى للمضي بهذه الخطوة الأولى الأزمة. الخطوة الأولى الآن 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 بما تعرف الاتحاد الوطني الكردستاني هو قريب من الإطار، ولديه انفتاح على الإطار منذ البداية، واليوم السيد بابان متواجد في بغداد ويلتقي في كل جماعة الإطار. مرشح الإطار، مرشح الاتحاد الوطني السيد برهم صالح، لم يأتوا بمرشح غيره. فالطرف الآخر البارتي لديهم أيضا مرشح. هنا اليوم الإطار التنسيقي في هذا الواقع سيحترم إرادة الكتلتين، ولكن يجب أن يكون هناك اتفاق. مو هنا إحنا اليوم شيء مرتبط بشيء، إذا لم يتم الاتفاق على رئيس غير جدلي حتى تمشي الأمور أعتقد أيضا ستكون عقبة. لكن إحنا اليوم وسط هذه خلينا نسميها الفرشة، يفترض أن تشكل حكومة لأنه الوضع العراق لا يتحمل. واليوم ماكو مبرر أنه يعني اليوم الكتلة التي تمتلك زمام الأمور ما عندها مبرر لما شكل حكومة. وضع أمني مستقر، وفرة مالية موجودة، قانون تم التصويت عليه مال الأمن الغذائي، كل الأوضاع المطيات مؤاتية لتشكيل حكومة. لكن أيضا الخلاف السياسي خصوصا الخلاف الشيعي الشيعي، أنتقل بهذه النقطة إلى دكتور حيدر. يمكن دكتور عباس ذكر أن خلافات شيعية شيعية، لكنها أيضا هناك خلافات سنية سنية وكردية كردية، اللي يجب أن تحل كخطوة أولى للمضي بهذه أو بحل هذه الأزمة. نجي للخلاف الشيعي الشيعي، انتهى هذا الخلاف باستقالة الكتلة الصدرية لو بعد قال؟ لا لم ينتهي. باعتقادي أن استقالة الكتلة الصدرية ربما حلت عقدة هي مسار تشكيل حكومة، لكن على المستوى الوطني ومستوى الأزمة السياسية ما زالت قائمة. يعني نحن بحاجة إلى أن تشكل حكومة في المرحلة القادمة قادرة أن تعمل، قادرة أن تقول لنا أن هنالك قصة نجاح. وبالتالي على الإطار التنسيقي إذا ما أراد النجاح في المرحلة القادمة أن يشكل حكومة لا تستفز التيار الصدري، بمعنى آخر أن يختار رئيس وزراء
مقبول عليه اتفاق داخل الإطار التنسيقي ورضا الكتل السياسية التي سوف تتحالف مع الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة. في نفس الوقت ألا تكون شخصية رئيس الوزراء القادم مستفزة للشارع العراقي. طيب شلون مستفزة للسيد الصدر؟ نقدر نجيب هكذا رئيس وزراء مرضي لكل الأطراف؟ موجود في داخل الإطار التنسيقي الكثير من الشخصيات الوطنية التي يمكن أن يعول عليها في المرحلة القادمة، ولا نريد أن نطرح أسماء، هنالك العديد من الأسماء الغير جدلية ويمكن الاتفاق عليها. غير مستفزة؟ غير مستفزة للشارع العراقي، وأيضا غير مستفزة للسيد مقتدى الصدر. أي ذهاب باستفزاز الطرف آخر، أن الطرف الآخر متحفز، كما أشرت أن الأزمة السياسية حلت على مسار تشكيل حكومة، لكن على المستوى الوطني ما زالت قائمة، لأنه هنالك إشكالية بين فكرتين أو رؤيتين. الرؤية تبناها الإطار التنسيقي، صحيح أنه في هذه المرحلة هو الذي تصدر، أو أن مشروعه هو الذي تقدم على مشروع السيد مقتدى الصدر، لكن من خلال المراقبة وتغريدات السيد مقتدى الصدر، فإن التيار الصدري يراقب الآن مسار عملية تشكيل حكومة والإرهاصات التي سوف تفرزها عملية التشكيل، وبالتالي سوف يبني عليها المواقف لكي ننجح وتكون حكومة. يجب أن تكون حكومة قادرة أن تعمل في المرحلة القادمة، تعمل بهدوء، ومن ثم لها برنامج حقيقي أن تنتقل من الأقوال إلى الأفعال. يعني المواطن العراقي ينتظر من الحكومة القادمة ليس شعارات، وإنما هنالك أفعال يلمسها، على أقل تقدير أن يكون هنالك قصة نجاح أو منجز للمواطن العراقي في أقل تقدير خلال 6 أشهر الأولى. غير ذلك سوف تأخذ الحكومة مسارات أخرى، إحدى هذه المسارات ربما المواجهة مع الشارع أو مع التيار الصدري. لكن إذا كانت هنالك قصة نجاح، لا أعتقد أن أي طرف من الأطراف الأخرى سوف يتحرك لهذه الحكومة، بالعكس أن الحكومة سوف تحظى بالتأييد الشعبي. وأيضا أنني أعتقد أن اختيار رئيس الجمهورية واختيار رئيس الوزراء يجب أن يكون بعناية، وأيضا هذا الأمر ما زال أعتقد داخل إطار باختلاف بوجهات النظر بين اتجاه يذهب باتجاه أن يختار رئيس الوزراء لا يكون مستفزا للأطراف الأخرى، وفي نفس الوقت أن يكون اتجاه آخر يذهب بأن نأخذ الأمور على علاتها ونذهب بتشكيل حكومة، لأن المرحلة أعتقد أنها مرحلة دقيقة، ونحتاج في المرحلة القادمة للحكومة لكي تنجح أن تأخذ بنظر الاعتبار هذه الاعتبارات. نقطة مهمة لنجاح أي حكومة، إحنا تجاربنا السابقة في الحكومات المتعاقبة هو الفساد الإداري والمالي، وبالتالي أي قصة نجاح لأي حكومة يجب، نحن لا نطالب الحكومة في المرحلة القادمة بفتح الملفات فقط، وإنما بإيقاف نزيف الفساد. لا يمكن للحكومة أن تنجح إذا لم تكن هنالك إيقاف لعملية نزيف الفساد، لأنه أهم قانون في الدولة العراقية أعتقد هو قانون الموازنة. يعني إذا يكفي في الأنظمة الديمقراطية إذا البرلمان صدر قانون واحد هو قانون الموازنة، يعتبر أن هذا البرلمان قد نجح. الأموال أين ستذهب؟ هل ستذهب الأموال إلى الوزارات والهيئات والمحافظين محافظات العفو، وبالتالي ثم تذهب إلى المشاريع العقود الحكومية، وندور في حلقة الفساد الإداري والمالي السابقة؟ يجب أن تكون هنالك رؤية جديدة وعقلية جديدة في إدارة الدولة لكي نستفاد من تجارب الفشل، ونتحدث على متقصة نجاح في المرحلة القادمة. غير ذلك أعتقد أننا سوف ندور في نفس المشكلات. طيب على طاري تحدث عن إمكانيته على تشكيل الحكومة ومفاوضات ورسم خارطة الطريق لهذا الموضوع وخارطة تشكيل حكومة، وحتى حدد برنامجه بأنه سيكون برنامج خدمي، لكن هل يبدو أن الإطار واثق من إمكانيته على تشكيل الحكومة أصلا؟ يعني شوفوا، احنا حتى نكون واضحين، وحتى أيضا الجمهور من يعني عندما يستمع لنا بمهنية وبشيء واقع، أنا مثل ما قلت لك هناك عقبات وعراقيل توضع حاليا، يعني أصبحت بشكل كبير بالآونة الأخيرة، سقف المطالب لدى المكون السني 13 مطلب، وسقف المطالب لدى المكون سبعة الكردي سبعة، يعني أمامنا 20 مطلب. هذا النيو وحدة، مو بس المطالب، الضمانات. نعم الضمانات أتوقع. الشيء الثاني، إحنا ما نريد برنامج يتكون من 37 فقرة، لا، نحتاج إلى برنامج يتكون من 7 أو 8 أو 6 فقرات، ولكنها أولويات. أولويات لأنه اليوم الحكومة أمامها تحدي، إن لم تضع هذه الأولويات في مقدمة عملها ستخبر.
اضف الى ذلك اليوم الفساد الذي تحدث عنه الدكتور حيدر، هذا جزء مهم من بناء الدولة. ما لا يمكن ان نبني دولة وسط هذا الفساد اللي مستشري الان في كل جسد. انا لا اقول كل الموظفين في العراق مفسدين، لا، لدينا من هو شريف ونظيف ويعمل بجد واجتهاد، ولكن لدينا مفسدين اعاتوا في الدوائر فسادا. فاذا ما وقف هذا يعني الحكومة القادمة ان لم تضع قوانين صارمة ومهمة لحماية أركان الدولة، يعني جزء من أركان الدولة أن تحافظ على الأموال، لأن مثل ما قلت طيب قضية محاربة الفساد وتوفير الخدمات وتسمية الإطار الحكومة القادمة حكومة راح يشكلها بحكومة خدمات، هاي نقاط مهمة، لكن الإطار راح يقدر ينجح بتشكيل الحكومة بظل وجود معرقلات توضع حاليا أطراف داخلية لا ترغب بتشكيل حكومة؟ يمكن الأطراف السنية الأطراف الكردية عندها مطالب، عندها سقف مطالب ارتفاع، لكنها ترغب أخيرا بتشكيل هذه الحكومة وإنجاحها. لكن ماذا عن الأطراف التي لا ترغب بتشكيل الحكومة أو حتى لا ترغب بإنجاحها؟ أكيد أضف إلى ذلك اختيار نوعية الشخص لرئاسة الحكومة؟ لرئاسة طبعا مهم جدا، لأن سيكون هو محور إدارة الدولة، هو اللي هو المتصدي لكل المشهد. اضف الى ذلك اكو عامل جدا مهم وهو العامل الدولي. هل هناك دول لا تسمح لهذا الطرف او لهذا الطرف ان يشكل حكومه؟ هل الطرف الموجود اليوم الاطار التنسيق على سبيل المثال هل لديه مقبوليه دوليه؟ اذا نجح في تشكيل حكومه قادره خدمات من المهنيين من الاكاديميين اللي فعلا يجون الى مناصبهم ويعملون بكل جهد واجتهاد ويرمون خلفهم موضوع الحزب والكتلة والطائفة ويشتغلون لبلدهم وسط هذه التحديات، وسط عدم وجود استفزاز للأطراف الأخرى. اليوم التيار الصدري نعم هو خرج من الساحة السياسية، ولكن لا زال فاعل جمهورا، لديه جمهور وموجود أيضا، لا زال في ذلك يترقب ومن حقه. قال السيد الصدر قال نحن سننتقل إلى المعارضة الشعبية، هذا معنى شنو؟ معنى راح يراقب إداء الحكومة. لذلك أنا أعتقد الإطار اليوم بكل مكوناته فيه شخصيات ممكن أن تتصدى لعمل رئاسة الوزراء، ممكن أن تكون غير استفزازية، ممكن أن تنجح، لكن عليه أن يمتلك الشجاعة والإرادة الوطنية حتى يمضي في تشكيل. ترجح أنه يكون رئيس الحكومة من الإطار لو من المستقلين؟ المعايير اللي وضعوها أي طرف من هذه الأطراف ينجح في إيجاد المعايير اللي راح يحددها الإطار شكل لجنة سيضع معايير لرئاسة لرئيس الوزراء وآلية عمل لقيادة الدولة مستقبلا بالأيام المقبلة. هذه عليها يعتمد. إذا قدروا المستقلين يأتون بشخصية بها كل هذه المميزات والمواصفات ويمضون سيكون الإطار عون لهم لأنهم جزء من اليوم. وإذا لم يستطيعوا سيترك المجال للإطار، الإطار بإمكانه أن يأتي بشخصية لتبني الموضوع وبالتالي الخروج من هذا المأزق والذهاب باتجاه تشكيل حكومة ترضي الأطراف داخليا، ترضي الشركاء، وأيضا بنفس الوقت يكون لديها مقبولية على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي. طيب هاي كل العملية دي يقوم بها الإطار مع الشركاء الآخرين أو ينجح بتشكيل حكومة ويرسم برنامجها خدمي أو محاربة فساد وغيره، والتيار الصدري راح يبقى يتفرج على الموضوع، ما راح يكون أدى أي اعتراض؟ وقلت لك أنا هذا يعتمد على الإطار وسياسة الإطار في المرحلة القادمة. أولا اختيار رئيس الوزراء مهما كانت سياسة الإطار، لا، التيار راح يسمح للإطار أنه يشكل حكومة ويسمح لها أنه تنجح، وإذا نجحت الحكومة راح تسيطر ربما على الشارع وأصوات الشارع بالمستقبل. بالتالي الإطار التنسيقي إذا يريد أن يبحث عن قصة نجاح كما أشرت في حديثي يجب أن يتأنى في موضوع تشكيل الحكومة واختيار الشخصيات سواء رئاسة الوزراء أو حتى الوزراء التنفيذيين. يجب أن يكون رئيس الوزراء كما أشرنا في بداية حديثنا غير مستفز، لأنه النجاح الذي أو الصورة التي كانت النمطية عن الإطار التنسيقي بأنها العودة إلى الأساليب التقليدية التي سادت معنا فيها ثلاثة وحتى الوقت الحاضر يجب أن تزال. كيف تزال هذه الصورة النمطية لكي لا يستفز الآخرين والشارع العراقي عندما تشكل حكومة قوية من شخصيات لا تعمل لمصالحها الشخصية باعتبار أن الوزراء يكون وزير أزمة قادرا على أن يجد حلول لوزارته لا يجد حلولا لحزبه أو تياره السياسي في هذا الوقت. هذه المعطيات دكتور حيدر أيضا راح يكون وزير أزمة،
لا نحن في أزمة، محتاجين شخصية تخرج بالبلد من هذه الأزمة. لازم يكون الوزير قادرا، أن لا يكون الوزير مجرد أنه نأتي بوزير ربما يطرح أنه التكنقراط، لكن في نفس الوقت تكون الوزارة لهذا الحزب أو ذلك الحزب، ما أعفى عنه شيئا. يجب أن الإطار التنسيقي يجب أن يجرد خصومه وأطرافه من كل مسببات أنه يخرج عليه. كيف يجرد خصومه أو أنه المترقبين أو متربصين له؟ بأن تكون رئيس وزراء غير مستفز، حكومة حقيقية، وأن تقرن الأقوال بالأفعال. لكن احنا متعودين بعمليات السياسية كل ما تكون هناك أزمة راح تولد لنا أو تبرز لنا أو تفرز لنا حكومة أو رئيس وزراء ضعيف نوعا ما. نحن الآن في أزمة، أيضا نتوقع رئيس وزراء ضعيف. الحكومات التوافقية رغم أنه نهج ديمقراطي موجود في كل دول العالم، أغلبها تصير توافق لأنه ماكو حزب سياسي يأخذ، لكن رئيس الوزراء إذا يأتي يكون حتى وأن هو مرشح الإطار التنسيقي يكون رهينا لإرادات القوى السياسية، ولا يستعيد شرعية السلطة من الطبقة السياسية، سيفشل لأنه سوف ينشغل بترضية هذا الطرف وذلك الطرف. واضح، لأن الإطار التنسيقي صح أنه هو إطار موحد، لكن في داخله كتل، وهو يتشكل من عدة كتل، ربما في المستقبل تتضارب مصالح هذه الكتل، وبالتالي رئيس الوزراء لكي ينجح يجب أن يكون قويا حقيقيا، يستعيد شرعية السلطة من الطبقة السياسية، وقادرا على المضي أماما لتنفيذ البرنامج الحكومي. والبرنامج الحكومي لا يكون برنامجا إنشائيا، نحن مللنا من البرامج الإنشائية في الحكومات المتعاقبة، يجب أن يكون مرتبط بتوقيتات زمنية، ومعنى آخر أن الحكومة يجب أن تنجح في 6 أشهر، عند ذلك لن يتحرك التيار الصدري، ولن يتحرك الشارع التشريني، ولن يتحرك الأغلبية الصامتة، لكن أي إخفاق في المرحلة الأولى أو في المرحلة القادمة أو استفزاز، أنا أعتقد أن الشارع سوف يتحرك باتجاهات مختلفة. النجح الإطار بتشكيل حكومة دكتور عباس، ايش قد راح ممكن تطول هاي الحكومه؟ واحنا بهالحاله ما نقدر نقيس هذه القياسات. اولا عندنا مثل ما قلت لك معايير، وهذه المعايير هي اللي تحدد السقف اللي قادره به الحكومه تشتغل. اولا لازم تجيب لنا برنامج يلامس جراح المواطنين، مو برنامج كوبي بيست. اللي طار واضح حاليا برنامج خدمات. نعم ماشي. الشيء الثاني ايضا لازم يرضي الاطراف الاخرى. شلون يرضي الاطراف الاخرى؟ يعطيها هاي ال 30 نقطه اللي هم الآن 20 نقطة اللي طالبيها، يعطيهم ضمانات. قصدك السيادة وال الديمقراطية؟ أكيد أكيد، ما ينطونا فرصة إذا ما يعطيهم ضمانات. وأنا أعتقد هو هذه الأطراف دكتور عباس هي مضمونة، هي أولا وأخيرا ترغب أن ينجح هذه الحكومة، قادر لكن خصوصا الطرف الداخلي، الطرف الشيعي الآخر اللي هو التيار الصدري. نعم. سيد مقتدى بصريح العبارة إضافة إلى أطراف خارجية، هاي أطراف ما تريد هاي الحكومة تنجح. يعني إذا نجح الإطار بتشكيل حكومة وحكومة كانت فعلا خدمية ناجحة، راح تسحب بالبساط من تحت التيار. مو احنا اذا نخلي، شوف استاذ، اذا نخلي يعني الاطار ونقيض التيار، نعم، ما نقدر يعني نحدد. احنا شو نقول؟ نقول عندنا كتله انسحبت لان المشروع مالها ما قدر يمشي، ما حصل اغلبيه، وهي كتله محترمه ولديها جمهور، وبقت كتله ايضا محترمه ولها جمهور، هي الان تقود العمليه السياسيه، وهذا واضح في كل الشعوب، في كل الديمقراطيات اللي موجوده. لكن مجموعه مشروع التيار الصدري لم ينجح بسبب معارضه القوى الشيعيه. نعم في نعم. الاطار، اضافه الى اطراف اخرى سنيه وكرديه ايضا، لم يحقق. بالمقابل الان الاطار التنسيقي الشيعي عنده ايضا مشروع، راح يسمح للتيار ينجح مشروعه؟ وايضا انت حسبناها على الخلافات التركي الكرديه. نعم. قلنا اذا ما اتفقوا على الرئيس هم ايضا خلافات، اذا هم متفقين. اذا ما اتفقوا على رئيس جمهوريه، اذا ما اتفقوا يجون مرشح واحد، راح يجون مرشحين. انا اقول لك هذا يعتمد، الحكومه المقبله تعتمد على خيارين، خيار داخلي وخيار خارجي. الخيار الداخلي هو العمل الجاد وفق اولويات حقيقيه موجوده على الواقع، ووزير ينزل للشارع يشتغل وبين شغله، وايضا بنفس الوقت متى ما شفنا المقاول ياخذ فلوس المقاوله كلها ما ياخذ، ما يدفع درهم كوميشن وروح المشروع ينفذه وفق المواصفات اللي تضعها الدوله، ديك نرسلها. ايضا اليوم احنا خلي نتوسع شويه، لدينا اطار دولي.
الدولي بالضبط، نعم. الخارجي تحديدا، نعم. خلينا ننتقل الى المحور الخارجي. يعني ممكن ان ياتي الاطار او القوى السياسيه بشكل عام برئيس حكومه يقدر يوائم ما بين العلاقات ما بين الجمهوريه الاسلاميه وروسيا والصين وهذا المحور مع محور الغربي امريكا واوروبا وايضا دول الخليج. خل اقول لك شغله، بعد الحرب الاوكرانيه الروسيه، نعم، وبعد ضرب الاقتصاد العالمي بصورة عامة، قطع امدادات الغاز والنفط عن أوروبا، اليوم أصبح العراق محط أنظار كل هذه الدول. وأنا راح أقول لك شلون. الآن السعودية تصدر 12 مليون برميل، طلبوا منها أن تصدر بعد، ما قدرت غير تصدر 150 برميل، وقالت ما أقدر أصدر برميل واحد. الأمارات طلبوا منها أن تصدر فوق كميتها، ما قدرت. رجعوا للعراق، العراق بإمكانه خلال 3 سنوات الماضية وحسب خبراء بالنفط أنه بإمكانه أن يصدر 4 ملايين أخرى عدل 4500 من النفط. إذن اليوم العراق هو محطة الأمر. العراق بإمكانه أن يصدر الغاز بيعوض ما افتقدته، من لأنه اليوم أكو حرب اقتصادية كبيرة. اليوم لن تسمح أوروبا وأمريكا لروسيا بهذا يعني بهذا الاستيلاء على النفط وعلى الغاز. لذلك انا اعتقد اليوم يعني دول محتاجه للعراق. لكن كلها معطيات، نعم، معقده. اليوم ممكن ان تكون هذه اسلحه بايد رئيس الوزراء القادم، ممكن اليوم ان يستخدم، ممكن ان يستثمرها. طيب. وعندك كفره ماليه وعندك نفط اليوم ممكن ان يباع. بنفس الوقت انت اليوم العالم محتاجك، ليش انت ما تكون رئيس وزراء منفتح على كل الدول؟ ما عندك مشكله باي دوله. طيب، يقدر يوائم ما بين محور غربي ومحور الشرقي؟ لازم، إذا لم يستطع سيفشل، لأنه نحن نعيش في، ليس نعيش في عزلة عن العالم، نعيش في منطقة. العراق الوحيد الذي يمتلك علاقات إيجابية مع جميع أطراف النزاع في المنطقة. يعني العراق هو الذي يمتلك علاقات إيجابية مع السعودية، مع مصر، مع الأردن، مع إيران، مع الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي أي رئيس وزراء قادم يجب أن ينتهج سياسة واقعية، الخطاب يجب أن يتغير باتجاه السياسة الواقعية. يعني يمكن أول معضلة سوف تواجه خطاب الإطار التنسيقي في المرحلة القادمة هو الوجود الأمريكي في العراق. كيف سيتعامل الإطار التنسيقي مع الوجود الأمريكي الذي اتهم بأنه قوات احتلال وأنه قد غير صفة وظيفته من قوات عسكرية إلى تدريبية؟ هذه نقطة، تحدي واحد. التحدي الآخر هو الصراع المحاور في المنطقة، نعم. يعني نحن الآن في المرحلة القادمة، العراق قطع خطوات، هسه ليوان وصلت هذه الخطوات، يجب أن تستكمل في المرحلة القادمة، خصوصا العلاقة ما بين إيران والمملكة العربية السعودية، ما يتعلق بالملف النووي. الآن إيران تطلب من العراق أن يتدخل لتحسين علاقاته مع مصر والأردن. يجب أن يكون رئيس الوزراء القادم بمستوى هذه المسؤولية ومنفتح، والخطاب السابق يجب أن يتغير مع مراعاة المصلحة الوطنية العراقية بالدرجة الأساس، لا أن نعطي شيئا بدون مقابل، لأن كل الاتفاقات التي حصلت سابقا مع بعض الدول العربية لم يحصل منها شيء، لم يستفاد منها العراق شيء على أرض الواقع. يعني ما حصيلة الاتفاقيات التي قامت بها حكومة الكاظمي؟ صحيح أنها رطبت الأجواء مع كل الدول الجوار والدول الإقليمية، لكن على أرض الواقع لم نحصل شيء، محصل ما حصل شيء. ولذلك الحكومة القادمة يجب أن تنتهج المسار نفسه مع المحافظة على المصالح الوطنية العراقية، بأن لا نقدم المصالح الآخرين على المصلحة الوطنية. عند ذلك ننجح. إذا استمر الخطاب نفس الآليات السابقة، أعتقد أننا سوف نكون أمام مصد خارجي ضد هذه الحكومة، ولا أعتقد الحكومة تتصرف بهذا الاتجاه، لأنها تمتلك من العقلية والسياسيين الذين يستطيعون أن يديرون الأزمة وينتهجوا من نهاية المطاف سياسة واقعية. دكتور عباس، شلون ممكن للولايات المتحدة الأمريكية والدول الخليجية توافق على رئيس وزراء يجي بالإطار التنسيقي الشيعي، وأغلب قوى الإطار التنسيقي الشيعي هي ضد الوجود الأمريكي، اعتبرت الوجود العسكري الأمريكي احتلال وصوتت على إخراجه من الأراضي العراقية، وكذلك هي موقفها من قضية التطبيع وغيرها؟ فالمحور الغربي شلون راح يتعاطى مع رئيس وزراء يجي من هكذا قوة؟ أيضا سؤال جدا مهم. يعني اليوم أنت إذا ترجع لمناقشة الملف النووي الإيراني،
نعم. تجد أنهم عادوا إلى 2015 بعد الأزمة أوكرانيا وروسيا، وبدأت إيران تتقدم خطوات في سبيل أن نجاح هذا البلد والاتفاق عليه بسبب الأزمة. اليوم أيضا الدول الأوروبية والدول الغربية محتاجة إلى إيران، مو سواد عيونها، محتاجة نفطها ومحتاجة غازها، واستثمارات. لذلك رئيس الوزراء اللي يجي لازم يخلق حالة من التوازنات. نعم اليوم لدينا كثير من الذين ينتمون إلى الإطار، ليس كلهم، أغلبهم يرفضون الوجود الأمريكي، وهذا من حقهم باعتبار أن الوجود الأمريكي هو احتلال، وكل واحد بالعالم وحتى الأمم المتحدة شرعت هذا من حق أي واحد، آني أنت الدكتور، نعارض أي تواجد للاحتلال. لكن هذا ما يلغي أنه إحنا مصالح بلدنا ستكون فوق كل الاعتبارات. من ضمن هذه الاعتبارات أنه ننسق مع الدول الأخرى، وبما فيها اليوم العراق يخوض يعني توافق بين دولتين لم يتفقوا أبدا، المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ووصل الآن إلى الجولة الخامسة، السادسة نجحت والسادسة، وخطأ خطوات متقدمة جدا. طيب وهذا تحسب للعراق. طيب لكن العراق ما يستمر بهذه الروحية؟ لا، في حالة أتى الإطار التنسيقي برئيس وزراء مستقل فعلا، نعم، يقدر يتعامل ويا هاي النقطة؟ يقدر. تدري ليش يقدر؟ لأن هاي النقطة لها أساسيات. إحنا واحدة من الأسباب التي قد تؤدي إلى بعض المشاكل، رئيس الوزراء عندما يسلم السلطة للذي يليه، الذي يليه نعم هو يستلم بشكل سلمي لكن لا يتابع ما قرره ذاك القبلة، وهي مشكلة. اليوم الحكم بما أنه لدينا فقرة بالدستور تقول تبادل الحكم بشكل سلمي وانتقاد السلطة بشكل سلمي، يفترض أن تتابع كل الترتيبات والعلاقات الدولية والاتفاقات الدولية، وأخذ من يعني اليوم ربما يكون شخص ورئيس وزراء وجهات نظرهم مختلفة في بعض الأمور، ولكن على مستوى الوطني يفترض أن لا يختلفوا، على مستوى بلد، على مستوى مصالح مشتركة. اليوم أنت ما تقدر تشتغل بدون محيطك الإقليمي مهما تكون، يعني قد البعض ينزعج من وجود تركيا، من وجود دواعش على حدودنا مع سوريا، وجود إرهاب، لكن اليوم العلاقات الدولية تحكمك. يجب أن يكون لديك رؤية، رئيس الوزراء إذا كان ذو فكر سياسي عالي ونظرة ثاقبة ويؤمن بثوابته الوطنية، أنه يجب أن يتصدى للمشهد السياسي خارجيا وداخليا، سينجح إذا توفرت له الأدوات، إذا كان لديه وزراء من الأكفاء الذين الكفؤين الذين يعملون بكل جهد وإخلاص ويكونون سندا له، وكل وسائل النجاح موجودة. أولا سيرضون الأطراف الخارجية، وبالتالي ربما هو الاحتلال نفسه لن يبقى احتلال عندما يرى هناك سواعد شمرت للعمل والبناء، وبالتالي تستطيع طيب. هذه الدولة أن تقول للاحتلال ارحل، لا فائدة من وجوده. هذه وجهات نظر مختلفة يمكن دكتور حيدر بخصوص قضية اختيار رئيس مجلس الوزراء القادم، وجهات مختلفة ربما حتى داخل القوى المكونة لإطار التنسيقي الشيعي، أكو خلافات، لكن توصل إلى مرحلة خلاف ما بين هذه القوى المكونة، اختلاف وجهات النظر الوسائل. ليس انقساما، نعم، وإنما أمر طبيعي يصير خلاف في وجهات النظر. يعني إحنا حتى شكل الحكومة القادمة هناك تباين في وجهات النظر، هل هي حكومة لمهمة محددة، هل هي حكومة انتقالية تؤسس الانتخابات أو تعديل قانون انتخابات ومفوضية ثم تحديد توقيت زمني، هل هي حكومة سوف تمضي لاستكمال المدة الدستورية لها؟ هناك أطراف أيضا ترغب بحل البرلمان وإعادة انتخابات فورا، واضح، لأنه حتى حل البرلمان لا يمكن أن يصير فورا، لازم أن يكون هناك خطوات، هذه الخطوات تعديل قانون انتخابات، مفوضية، مدة زمنية لتحديد موعد إجراء الانتخابات، توفير الأموال، العملية مو سهلة. في نفس الوقت اختيار رئيس الوزراء ايضا هنالك اختلاف في وجهات النظر، هنالك من يذهب الى عدم استفزاز التيار الصدري باختيار شخصيه مقبوله على المستوى الوطني في بين داخل الاطار وايضا القوى المشاركه في الحكومه، وفي نفس الوقت القوى الشارع العراقي وايضا التيار الصدري، وقسم اخر يذهب بالمضي باخذ الاستحقاقات كما هي. لكن اعتقد ان الاطار في نهايه المطاف سوف يمضي باختيار شخصيه ربما تكون غير مستفزة وكفوءة،
وقادر أن يحصل عليه إجماع وطني، لأن نجاح أي حكومة قادمة يجب أن يكون عليها إجماع وطني داخلي في أقل تقدير الأغلبية المؤثرة في المشهد السياسي يكون عليها قبول، لأنه لا نريد حكومة تبدأ مهامها بمشكلة، لأنه الشارع العراقي مستفز من الإحباطات التي حصلت في العملية السياسية منذ 2003 وحتى الوقت الحاضر. عندما تبدأ هنالك مشكلة مع التيار الصدري، مشكلة كبيرة، سوف تستطيع الحكومة أن تعمل. طيب أكو مقترح أنه إشراك أو رغبة لإشراك التيار الصدري بهذه الحكومة، ممكن أن يشارك في ظل استقالته من البرلمان؟ لن يقبل الإشراك، لأنه أصبح العراق صراع بين مشروعين، مشروع يتبناه السيد مقتدى الصدر ويعتقد أنه هذا المشروع هو مقدمة لعملية إصلاح، يعني مشروع الأغلبية الوطنية الذي تبناه السيد مقتدى الصدر هو غير مكتمل الأركان، ليس يعني مثاليا بما نريده، لكن يعتبر خطوة أولى نحو مشروع عملية الإصلاح، وضحى بوجوده في تشكيل حكومة وفي داخل السلطة البرلمانية وانتقل إلى المعارضة إلى الشارع، وبالتالي من المستحيل أعتقد في الوقت الحاضر أن يشترك السيد مقتدى الصدر في أي حكومة قادمة، لكن كما أشرت يجب أن على الإطار التنسيقي أن يكون متأنيا في عملية تشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء. طيب والوزراء والبرنامج الحكومي، اتصال جهة من الإطار بالسيد جعفر الصدر لمنح رئاسة الوزراء، لا موضوع فعلا؟ حتى إذا كان لا أعتقد أن أي شخصية، لأنه تغريدات السيد مقتدى الصدر واضحة بهذا الاتجاه، ولن يقبل حتى السيد جعفر الصدر بتشكيل حكومة خارج إرادة السيد مقتدى الصدر، وبالتالي الكرة الآن في ملعب الإطار التنسيقي، عليها أن يأخذ المعطيات الداخلية والمعطيات الخارجية ويرسم ملامح شكل الحكومة القادمة وفق هذه المعطيات لكي ينجح. نحن نريد قصة نجاح، نريد أي حكومة تشكل أن تنجح، يجب أن عندما الحكومة نريدها أن تنجح يجب أن نوفرها الظروف المناسبة للعمل. ما هي الظروف المناسبة للعمل في ظل تعقيدات المشهد السياسي العراقي؟ معروفة باتت للجميع، وبالتالي بالإمكان الإطار التنسيقي أن يأخذ هذه المعطيات ويشكل الحكومة القادمة، لكن نحن نخشى من ما يحصل ربما في لحظة ما أو ساعة ما أو يوم ما حدث خارج الحسابات السياسية. طيب دعوات السيد سمحة السيد مقتدى الصدر للأطراف السياسية المختلفة بعدم التعاطي مع الإطار التنسيقي الشيعي لتشكيل الحكومة أو إنجاح عملية تشكيل الحكومة، ممكن أن تنجح هذه الدعوات فعلا؟ يعني السيد سماحة السيد مقتدى الصدر واضح من تغريداته، يعني هو ترك الساحة وقال أنا ذهبت، يعني تركها ولم يتركها، يعني لابد أن يبقى براق، لأنه هو قال أنا من أجل التضحية، أنا ضحيت من أجل الشعب ومن أجل مصالح الشعب العليا وانسحبت، روحوا شكلها. إذن اليوم الأطراف الأخرى لابد لها أن تسعى جاهدة لتشكيل، لكن يبدو أن التيار الصدري تفاجأ بإمكانية الإطار طبعا مباشرة على جلسة طارئة حتى وتسمية نواب بدلاء. نعم يعني لا لم يتفاجأ، لأنه الانسحاب مثل ما قال دكتور حيدر الانسحاب كان بلا رجعة. نعم وأعتقد السيد الصدر سماحة السيد مقتدى الصدر اتخذ خطواته وهو واثق منها عندما انسحب وترك الساحة لبقية الأخوة في الإطار. على فكرة ترى هو ما قديش الخلافات اللي تستحق القطيعة، هي وجهات نظر مثل ما قال الدكتور حيدر. الدكتور حيدر قال لكم خلافة يعني مشاريع مختلفة، مشاريع أيديولوجية مختلفة، وجهات نظر، لكن كتقاطعات سياسية لحد التقاطع لا. والدليل على هذا الآن أكو تواصل بين بعض أطراف الإطار التنسيقي مع السيد مقتدى الصدر، وهي مسألة جدا عادية. السيد مقتدى الصدر هو جزء من البيت الشيعي، لا يمكن أن يفرط أحد بهذا الإرث. اليوم التيار الصدري جزء مهم من العملية السياسية منذ التشكيلة ولحد الآن، ما معقولة بين الليلة وضحاها يكون خارج الحسابات. لكن اليوم هذه الأهمية بوجود بوجود هذا الإطار أو التيار الصدري بالعملية السياسية. مقاطعته يعني ربما ولدت فرق كبير بهذه العملية، لكن ممكن أن يتم إشراكهم بمواقع تنفيذية على الأقل؟ يعني حسب التغريدات اللي صدرت من سماحة السيد مقتدى الصدر، هو قال لن نسمح بأي صدري يشارك في الحكومة، وهذا يجعل أن اليوم التيار الصدري وقاعدته الجماهيرية تحول إلى
معارضة ومراقبة للمشهد السياسي وما تسبر عنه المرحلة المقبلة. ولا يمكن أن يأتي لطارق رئيس وزراء صدر يبدو أنه لا توجد هناك موافقة، لكن ممكن أن تتم الموافقة من ما بين قوى الإطار وبقية الأطراف الأخرى على تسمية الكاظمي لولاية أصيلة. يعني شوف موضوع الكاظمي يعني طرح أيضا اسمه بال هو طرح طرح وموضوع الكاظمي ليس بعيد عن الساحة باعتباره أنه لديه الآن أكثر من سنتين هو بالسلطة، وجاء نتيجة تظاهرات ونتيجة تغيير قانون الانتخابات وتغيير الفوضية وكثير من الأمور التي جاء بها. اليوم إذا ترجع للحقيقة معظم الكتل السياسية ربما بالأعلن تتحدث عن السيد الكاظمي، ولكن بالخفاء علاقتها به جيدة وأيضا علاقات الدولية جيدة. لكن أنا أعتقد في هذه المرحلة الإطار لن يفكر بشخص مثل السيد الكاظمي، سيفكر بشخص هو حسب المعيار اللي خلاه. ربما إذا طبق هذا المعيار على السيد الكاظمي ممكن أن يكمل ولايته، ولكن إذا كانت هذه المعايير التي تم وضعها أعتقد 7 نقاط أو 6 نقاط، هذه المعايير هي التي تحدد نوعية رئيس الوزراء المقبل. لكن إحنا اليوم عندما نتحدث عن حكومة صار لها سنتين تحكم وموجودة وهناك تعاطي عليها، أعتقد حتى نكون منصفين عملت بعض الشيء واستطاعت أن تعمل وسط هذه الضغوطات وسط هذه الأمور. نعم أخفقت في كثير من المجالات وربما نجحت في بعض المجالات، لكن إحنا اليوم يجب أن نتعلم الدرس. يعني إحنا صار من 2003 ولحد الآن التغيير، ومعقول اليوم لا يوجد من يستوعب المرحلة ويستطيع أن يعمل بكل مهنية وبكل صدق وأمانة وبالتالي يحقق إنجازات لهذا الشعب على الواقع. ما معقول لدينا الكثير. نعم هناك فساد مستشري في جسد الدولة، ولكن لدينا كثير من الشرفاء الذي بإمكانهم أن يقودوا المرحلة المقبلة. شنو دكتور حيدر، شنو سبب طرح اسم المالكي لرئاسة وزراء بدورة ثالثة؟ هل فعلا أكو رغبة بتوليه رئاسة الحكومة لو هذا مجرد للضغط السياسي؟ أعتقد يعني السيد المالكي أحد أقطاب المهمة بداخل الإطار التنسيقي ويمتلك 38 مقعدا، وحسب رؤيتي الشخصية هو طامح برئاسة الوزراء، لكن يعتبر مستفزة. لكن أعتقد ربما داخل الإطار التنسيقي هنالك بعض التحفظات، لأنه كما أشرت لا يريدون أن يبدأوا مرحلة جديدة في العمل السياسي في تشكيل حكومة سوف يتحمل الإطار التنسيقي وزرها وتكون مستفزة لأطراف سياسية أخرى. هذا الأمر ربما اليوم سمعت أنه دولة القانون سوف تعقد اجتماعا يوم غد لمن سيترشحه لمنصب رئاسة الوزراء. أعتقد أن دولة القانون سوف تدفع بشخصية أخرى لرئاسة الوزراء، لأن تدرك طبيعة الوضع السياسي الراهن والمتغيرات التي حصلت ما بعد انسحاب السيد مقتدى الصدر، وللمجاسف في الإطار التنسيقي على مستوى الشخصي بترشيح السيد المالكي للمرحلة. لكن ممكن أن يكون المرشح أو رئيس الوزراء من دولة القانون؟ ممكن أن يدفعوا بشخصية أخرى، لكن هذه الشخصية يجب أن تحصل عليها توافق أو إجماع داخل الإطار التنسيقي ومقبولة للقوى الأخرى، وفي نفس الوقت غير مستفزة للشارع العراقي. هذه نقطة مهمة يجب أن يعمل عليها الإطار لكي ينجح، لأنه وزر الحكومة القادمة بإخفاقاتها ونجاحها سوف يتحملها الإطار التنسيقي. المحلل السياسي دكتور حيدر حميد، كنت ضيفا كريما علينا، شكرا لك. شكرا دكتور حيدر. وكذلك باختصار إذا تسمح دكتور تفضل. لحد هذه اللحظة احترامي لرأي الأخوي الدكتور، لحد هذه اللحظة الإطار التنسيقي لم يرشح شخص واحد لرئاسة الجمهورية. لم يرشح، لكن أسماء تطرح ما بين الأطراف والقيادات الحالية. وهذه معلومة إن شاء الله نسجلها ونتأكد من عندها دكتور عباس. وشكر جزيل لك مدير مركز الرفد للدراسات دكتور عباس الجبوري، وشكر موصول لكم مشاهدينا. إلى هنا وصلنا وإياكم وضيفنا الكرام إلى ختام تغطيتنا لهذا اليوم، وإلى اللقاء في تغطيات أخرى.